محصول. احنا هنصوت عشان امانه في رقبتنا بالظبط الوطن، وهنصوت عشان الشهيد ونرد له الاعتبار ونرد له الجميل، هنصوت عشان الرئيس لانه يستاهل ويستحق اكيد، لكن لا يهمني شكاره كيماوي ولا يهمني سعر محصول ولا يهمني اجوع، وانا الوحيد بالذات كفلاح اللي بشتري كل حاجه على حسابي وبنتج كل حاجه على حسابي وبنتظر ربنا يا اما اكسب او اخسر، لكن عندي يقين اني من غير وطن ما سواش، عندي يقين اني في الوطن بعز، عندي يقين ان سمو الوطن وعلو الوطن انا في نفس الدرجه موجود، فده اللي لازم يكون موجود. ما انا دلوقتي لغلو اسعار هيخلينا اروح للصندوق يمنعني عن الصندوق الا اذا كان انا ما عنديش ذات ولا عندي كرامه، ولا تدني سعر محصول يمنعني ولا ما بقاش مصري. ماشي، اهم شيء اليقين وعفة النفس والذات اني انا بالوطن موجود، ومن غير الوطن لا لي كرامة ولا ذات. فالصوت كرامة وذات، الصوت وطن، واللي ما عنده وطن شوفوا طوابير اللاجئين في كل بلاد العالم. طيب، ترضى عرضك، ترضى ارضك، ترضى امك، ترضى اختك، ترضى زوجتك، واقفة عشان تقول لله انت في وطن امن، بتاكل الثلاث طقات، بينقفل عليك باب، بتمشي في الطرقات، انت مواطن شريف وحر مصري عالي الذات.